مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبقنا. إن شاء الله هنكون معاكم من واحدة لاثنين. طبعا مستنين تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظهر قدامكم على الشاشة. كلمونا طبعا طول الحلقة وسألوني على أي حاجة حابين نجاوب عليها. وما تنسوش أن كل الوصفات والحلقات بتلاقوها على قناة ETC على اليوتيوب، تقدروا طبعا ترجعوا لها أي وقت. إن شاء الله الأسبوع ده هنعمل تجهيزات لرمضان في حلقتين كده، وهنكمل طبعا الأسبوع اللي جاي والكلام ده كله. بس يعني كل أسبوع كده هنعمل حلقتين ثلاثة حاجات هنبدأ إن احنا نجهزها أو نفرزها في رمضان. وزي ما اتفقنا إن شاء الله إن احنا هنعمل أفكار تكون موفرة واقتصادية نوعا ما، عشان ناس كتير جدا طلبت مني إن احنا يعني نراعي الحتة دي في التجهيزات وفي التحضيرات. تعالوا كده، ايه اول حاجه هنشتغل فيها؟ هنعمل كباب بالمتبل او كباب المتبل. تعالوا نشوف محتاجين له ايه ونشتغل فيه مع بعض. عندي نص كيلو من اللحمه، وعندي كمان بصل مفروم وبقدونس مفروم وفلفل وجوزة الطيب وبابريكا وميه بصل، وعندي معلقه من صلصه الطماطم ومعلقه عسل اسود، وعندي كمان بتنجان رومي وثوم مفروم وفلفل مشوي، وعندي كمان زبده. هقول تاني المقادير: عندي نص كيلو من اللحمة، وعندي كمان بصل مفروم وبقدونس مفروم وملح وفلفل وجوزة الطيب وبابريكا ومية بصل وصلصة معلقة صلصة من الطماطم، وعندي كمان معلقة كبيرة من العسل الأسود وبتنجان رومي وثوم وفلفل مشوي وزبدة. تمام، تعالوا بقى ايه أول حاجة كده هنبدأ إن احنا نشتغل فيها. هنعمل مع بعض الكفتة بتاعتنا أو الكباب بتاعنا. هجيب كده الكبة وهحط فيه اللحمة المفرومة اهو الشكل ده، وهنبدأ نحط معاهم بصل، واكون مصفية المية بتاعة البصل. يعني مية البصل كده، بصوا هبدأ ان انا ايه اصفيها كده اهي، عايزة بس التفل بتاع البصل، هصفي اي سوائل خالص في المية بتاعة البصل دي عشان احتاجها كمان شوية. مهني صباح الفل، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ تعبانه معلش صوتها يا حبيبتي. الف سلامه الف سلامه، جوزي كان عيان وعداني. معلش الف سلامه الف سلامه. انت عامله ايه؟ وحشتيني. الحمد لله. الله يخليك يا حبيبتي. عامله ايه؟ ازاي صحتك؟ كله زي الفل والله الحمد لله. الحمد لله ربنا يطمنا عليك. الله يخليك. الف سلامه حبيبتي عليكي كده، وان شاء الله تبقي زي الفل قريب يا رب يا رب ان شاء الله. الله يخليك. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي يا دي والاناقه. تسلمي والله يا حبيبتي. بجد يعني كل حلوه منور. والله مهين. الله ينور يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي والله. صباحي لي على اللي عندك كله. صباحك زي العسل. صباحك جميل. شكرا يا حبيبتي والف سلامه عليكي يا حبيبه قلبي. بصوا هنحط بقى شويه بصل بعد ما صفيناهم وشويه بقدونس. نبدا كده نحط الحاجات خلاص اللي مش عايزينها ورا، وهحط عليهم ملح وفلفل وشويه جوزة الطيب. حابين تحطوا اي نوع بهار انتوا بتحبوه مع الكفته تقدروا تعملوا كده، بس انا بالنسبه لي ملح وفلفل وجوزة الطيب ده تمام جدا. هملح، هحط جوزة الطيب رشه كده. تمام، وهبدا ان انا افرم كل ده مع بعض، اخليه ناعم خالص، اخليه يعني مفروم كويس جدا، وش او وشين، سواء بقى بمكنه مفرمه سواء بكبه اي حاجه. افصل كده وهبدا انزل كده الحاجات اللي على الجناب عشان كلها تتفرم كويس جدا. بنعرف امتى الدنيا اتفرمت؟ لما كلها بتلف كده في ناحيه واحده وبتلاقوها زي الكورة كده ابتدت تلف على نفسها. شمس صباح الفل. صباح الفل يا سيدي. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ لسه ايدك على كل حاجات تسلميها. الله يخليك. الله يخليك قوي. الله يخليك يا حبيبتي. تسلميلي تسلميلي يا حبيبة قلبي. انا لازم كل يوم ابتدي يومي بيكي والله يا ده من حظنا الحلو. وبتعملي حاجات موفرة يعني حلوة يعني والله يا سيدي. شكرا شكرا يا حبيبتي والله. تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي. تعمل لنا مخللات بقى يا شيخ. حاضر هني. حاضر يا حبيبتي. احنا عملنا طبعا، بصي يعني انت لو عايزه تتفرجي على حلقه مخللات كامله، احنا عملنا الموضوع ده قبل كده بتفاصيل، وكنا عاملينه في الفقره بتاعت سر الصنعه. لو كنتي متابعانا الوقت ده
كنا عاملين يعني الحلقه كانت حلوه جدا، فبرضه تقدري ان انت ترجعي لها لو انت عايزه ترجعي لليوتيوب للحلقه هتفيدك جدا. وهنعمل ان شاء الله مخللات باذن الله قبل رمضان. شكرا يا حبيبتي، صباحك زي الفل. تعالوا بقى نفرم كل الكلام ده مع بعض. ادي تقليبه وبعدين اسيبهم يتفرموا. كده بالشكل ده وهي بتتفرم كده هجيب صاج فرن. دي صاج سيخ سيخ سيخ. بصوا خلاص هي كده اتفرمت، طول ما هي بتلف كده على نفسها هتلاقوها اتفرمت ونعمت خالص. تعالوا بقى نفضيها كده في حاجه. مدام فاطمه صباح الفل. صباح الفل عليك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ وحشانه والله وحشانه. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي. نورتي الشاشه ومنوره الدنيا كلها. تسلمي يا حبيبه قلبي والله. بصي حبيبتي كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. الله يخليك. بصي بما اني انا بحب وصفاتك وبنفذها تقولي لي. انا عندي بطايه تمام. اللي هي في السوبر ماركت وعندي بطايه بلدي تمام، تقولي لي عايزه اعملهم في الكيس. حاضر حاضر. تقولي لي تتبيله حلوه. بصي اسماء وتقولي لي تاخد قد ايه وقت البيضه ودي تاخد قد ايه ودي تاخد قد ايه. عيني. حاضر. شكرا. بالله عليكي ترد عليا. هرد عليكي والله. هقول لك على تتبيله حلوه للبطه تعمليها روست وكده في الفرن في الكيس الحراري، وهقول لك تتعاملي معاهم ازاي. عيني يا حبيبتي. نخلص بس الوصفه دي وهرد عليكي ما تقلقيش. حط نقطه زيت كده في ايدي. وقبل ما يعني اعمل الخلطه دي، بس قبل ما نبدا نصبع كده هحط شويه ميه بصل، هحط عليهم معلقه عسل اسود ومعلقه من الصلصه اهو، معلقه صلصه كده، واقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. العسل الاسود مع معلقه الصلصه مع ميه البصل اهو، مع شوية زيت أو زبدة على حسب ما انتوا عايزين. اهو الزبدة عندي اهي، هبدأ بس ايه اديها يعني تسيحة كده شوية في الميكرويف عشان ما تكلكعش معايا، انا عايزاها سايحة. او ممكن تحطوا شوية زيت على حسب ما انتوا حابين اهو. ودي الـ يعني اللي انا هبدأ ان انا ادهنها اساوي بيها الكباب اللي عندي. يبقى حطيت معلقة عسل، حطيت صلصة معلقة صلصة ومية بصل تمام، وشوية زيت أو شوية زبدة سايحة. تعالوا بقى إيه نبدأ كده بإيدي فيها شوية زيت. هبدأ بس إيه أشمع كده اللحمة المفرومة عندي، وهبدأ إيه أصبعهم بالشكل ده أهو. اعملوهم بقى إيه الحجم اللي أنتوا عايزينه، مفيش مشكلة خالص، زي ما تحبوا أهو. وهبدا ان انا ايه احطها كده في صاج في الفرن، او ممكن على النار من فوق على حسب ما انتوا تحبوا اهو. هبدا كده الشكل ده، وانا مش عايزاهم يعني عايزاهم مبططين كده شويه، لان هي كده كده اللحمه بتكش كمان شويه، فهتلاقوها يعني تخنت يعني كشت بس تخنت معاكم كده شويه اهو. انا كده بالنسبه لي تمام قوي. هبدا بقى اخلص كل الكميه بالشكل ده. شويه الزيت اللي انا بحطهم في الاول بيساعدوا كده الموضوع ان احنا يعني يسهل معانا التصبيع اهو. طبعا اي عندكم بقى زي دي عندكم بتاعه الشيش طاووق اي حاجه
بس انا بحب دي اكتر من شيش طاووق، لان بتفرغ عندي الكفته من جوه كده او الكباب، فبتخليه هش اكتر، بتبقى القطر بتاعها اتخن يعني من العصايه بتاعت شيش طاووق. اهو كده بالشكل ده، او اعملوهم صوابع لو ما عندكوش اصلا تعملوها بالاسياخ، على حسب بقى ما انتوا بتحبوا. وجبه بتبقى حلوه جدا، وبتبقى يعني شكلها كمان حلو في العزايم. اللحمه المفرومه من الحاجات اللي نقدر نطلع منها كم افكار مش طبيعي بجد. استاذ حسين صباح الفل. صباح الفل يا شيخ، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد يا رب على دايما يا رب. الحمد لله والله كله زي الفل، كله جميل. الله ينور عليك يا شيخ، الله يخليك يا شيخ، والله على اكلاتك الجميله كده. الله يخليك، الله يخليك استاذ حسين، والله تسلم، ربنا يخليك. مستنيين البرنامج بتاع حضرتك يا شيف وحلقاتك الجميله في رمضان، على ان شاء الله كده ربنا يبلغنا رمضان يا رب، يا وحلوياتك يا شيف الجميله يا شيف. ان شاء الله، ان شاء الله نعمل حلقات حلوه جدا في رمضان باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب طبعا. وبخير، وانت طيبه طيبه، ودايما عيلتك بخير يا رب. الله يخليك، بالسلام على حضرتك جدا يا شيف. الله يخليك، سلم لنا عليهم استاذ حسين. ماشي، شكرا جدا. شكرا. صباحك زي الفل، صباحك جميل، تسلم. بصوا اهو كده بالشكل ده، احط في صاج او في صينيه على البوتاجاز، عايزاه احطهم في الفرن يستووا براحتكم خالص. اهو ببدا اهو اشكل كل الكميه اللي عندي. ياسمين صباح الفل. صباح الخير حضرتك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، الحمد لله حبيبتي. انت الاخبار ايه؟ الحمد لله والله كله زي الفل، الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. انا ما لحقتش بقى اشوف المقادير بتاعت الكفته بتاعت حضرتك دلوقتي، فعايزه اعرف. حاضر، عينيا حبيبتي، حاضر. ماشي حبيبتي. ماشي، صباحك زي الفل. بصي احنا لسه شغالين اهو، احنا بنعمل الكباب، وبعدين هنعمل متبل البتنجان معاه. حطينا لحمه مفرومه، وحطينا بصل متصفي من الميه كويس، وبقدونس وملح وفلفل وشويه جوزه الطيب. تمام؟ وببدا ان انا ايه، بعد ما فرمتهم كويس جدا، ببدا ان انا اشكلهم بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان اسويهم في الفرن. بعد ما بخلصهم عملت كده خلطه اللي هي في المج ده، عباره عن معلقه عسل اسود وميه البصل اللي انا صفيته واستخدمت التفل بتاعها، وكمان عليهم معلقه صلصه وشويه زيت او شويه زبده على حسب ما انتوا حابين. هنبدا بقى نجيب فرشه كده، وهبدا بقى ايه الخليط ده، هبدا ادهن بيه الكباب اللي احنا عملناه، وهخليه عندي عشان هفضل ادهن بيه واللحمه في الفرن. يعني من وقت للتاني كده هقوم فاتحه دهنه بيه كل الكميه اللي موجوده عندي اهو. تمام الشكل ده كده، وندخلهم الفرن، وهخلي بقى دي على جنب كده عشان من وقت للتاني هفضل ان انا ادهن في الكباب بتاعي من نفس الخلط. هدخلها الفرن، الكفتة تستوي زي ما اتفقنا، او على النار من فوق لو انتوا حابين ما تدخلوهاش الفرن براحتكم، يعني ممكن ده وممكن ده. وهبدا بقى اجهز في البتنجان وفي الفلفل المشوي. تعالوا بقى ايه، هننضف كده الدنيا، الحاجات اللي مش محتاجينها هنشيلها. هنسيب الخلطة اللي احنا دهنا بيها الكباب كده على جنب عشان هنبدأ ندهن بيها تاني وهي في الفرن. تمام، وتعالوا بقى ايه نبدأ ان احنا نفرم البتنجان. البتنجان ممكن تفرموه على ايديكم، ممكن تفرموه في الكبة، على حسب ما انتوا حابين. يعني بصوا انا شوياه، ممكن بقى تشوه في الفرن، ممكن تشوه على النار، على عين النار البوتاجاز بتاعتكم، على حسب ما انتوا حابين. نبدا بس نجيب سكينه كده نكسره، وزي ما قلت لكم عايزين تفرموه ناعم خالص تمام، عايزين تخلوه يعني خشن مجرد ان انتوا مكسرينه كده بالسكينه برده تمام، ده يمشي وده يمشي. تمام، هشيل بس الحتتين اللي من قدام دول. وهبدا ان انا ايه اكسر فيهم كده بالشكل ده اهو. حابين بقى ايه تعملوهم بالشوكه، تهرسوهم
تفرموهم كده فرم خشن في الكبه، تنعمه خالص على حسب ما انتوا حابين. اهو نبدا كده ايه نفرم كده بالشكل ده. مش عايزه يعني، ممكن اشتغل بالشوكه بعديها يعني، مش محتاج الموضوع كبه، لو انتوا حابينه يبقى خشن. في ناس مثلا ما بتحبش تبقى حاسه بقطع مثلا البتنجان في الوقت ده، لا ممكن تقدروا تعملوه في الكب. بس انت بتكلمني؟ لا صح؟ يعني صوت بسيط كده. ماشي. هبدا اخد الدواء انا. ساره صباح الفل، ازيك يا ساره؟ خليك يا سيف. عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله على الكرامه. الله يسلمك يا حبيبتي، الله يسلمك. والله من يوم الخميس ما كنتش عارفه ارن عليك، وكان في ضغط الفنايات. معلش يا حبيبتي، احنا ساعات بيبقى في بس ضغط، فيعني معلش اعذرينا. انا حبيت اطمن عليك، والله الثلاث ايام اللي انت غبتيهم والله كانوا مستحيل، انا كنت زعلانه. الله يخليك يا حبيبتي، اسلمي لي، اسلمي لي والله. شكرا. وانا بحبك جدا، انا بحب اتكلم عليك. الله يخليكي، صباحك زي الفل. اسلمي يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي، اسلمي لي. بصوا عندي بقى فلفل كده شوياه بالشكل ده، هبدا ان انا احطه مع شويه ثوم وافرمهم. عايزين تحطوا معايا البتنجان كله مع بعض يتفرم برضو ممكن. اهو بصوا اتفرموا كده ناعم خالص. عايزه اوريكم بس لو احنا فرمنا البتنجان هيبقى كله داخل في بعض ازاي. اهو هفرم لكم شويه عشان اوريكم الفرق. هنبدا بقى ايه نفرمهم كده مع بعض. اهو بصوا، فشوفوا بقى انتوا حابين تخلوها ناعمه خالص بالشكل ده اهو، ولا تبقى خشنه، فعلى حسب ما انتوا حابين. تمام. بما ان احنا بقى نعمنا الجزء ده، فخلينا نبقى عاملين كله بقى زي بعض عشان ما يبقاش شويه كده وشويه كده. هنبدا نحطهم كده في الكبه عشان دي هتبقى الارضيه بتاعه الكباب بتاعي. نبدا نقفل كده عليهم ونسيبهم بقى ايه يتفرموا مع بعض. ام مروان صباح الفل. ازيك يا سيف؟ ازيك يا سيف؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. الله يخليكي، منوره الشاشه والله دايما كده باكلاتك الجميله المبهره. الله يخليك. والله انا بقعد كل يوم اقعد امسك الورقه والقلم عشان اكتب الوصفات اللي بتعمليها. تسلمي لي والله. وربنا يقويكي كده في رمضان يا رب، ويديكي الصحه يا رب. الله يخليكي. وكل سنه وانتوا طيبين يا حبيبتي. وانت طيبه حبيبه قلبي وبخير يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، مع الف سلام. الله يخليك، مع السلامه. سلام. عايزه طبق تقديم بعد اذنك من الاخر. احنا كده فرمنا اهو، هنبدا بقى نحط عليهم كل الحاجات البهارات اللي عندنا. عندي شويه بهار مشكل، شويه بابريكا، شويه فلفل اسود. تمام. شوية ملح وشوية زيت. ممكن عصير ليمون لو حابين، او شوية خل برضو هيمشي. نشيل كده الكبة كلها وتعالوا بقى نقلب كل الكلام ده كده ونحطه في الطبق بتاعنا بتاع التقديم عشان نبقى مستنيين كده ايه الكباب اللي عندي. اهو
هقلب بقى كل الكلام ده كده. حابين طبعا قرن فلفل حامي كده مع الفلفل المشوي، ممكن تعملوا كده لو حابين يبقى الموضوع حامي شويه. هنزل بقى كل الكميه دي وافرشها كده عشان ابدا افرش عليها الكباب المشوي اللي هيطلع من الفرن. اهو اوزع كده، بيبقى طعم بقى المتبل بتاع البتنجان ده في منتهى الجمال، وبرده بيبقى طبق لطيف وشكله حلو على السفره. فطبعا برده تقدروا تعملوه بكميات في رمضان لو انتوا عندكم عزومه ولا حاجه، بيبقى لطيف قوي. احنا خلاص عملنا الارضيه بتاعته، هنرص عليه الكباب لما الكباب يبدا ان هو يستوي. تعالوا نبص بصه كده، واخد معايا التتبيله اللي احنا او الخلطه اللي احنا قلنا هنحطها فوق الوش. هبدا بس ايه اخرجه كده واوريه لكم. اهو بصوا، هبدا وهي شغاله كده اهو. بصوا عشان كده بقول لكم خلوها مبططه شويه، لان هي بصوا لما بتكش بتنفخ ازاي اهي. هبدا بقى ايه ادهن كده عليها نفس الخلطه، بتدي طعم رهيب وبتبقى جوسي كده جدا اهو بالشكل ده، من وقت للتاني كده لحد ما تستوي معايا وتبقى زي الفل. طبعا ما بتاخدش وقت خالص. هعمل الموضوع ده سواء في الفرن سواء على النار، بس انا بفضل يعني تبقى في الفرن كده، بتبقى طعمها حلو ومشويه وبتبقى لطيفه جدا. هناخد ام اسماء ونطلع بعديها فاصل ان شاء الله. ام اسماء صباح الفل، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، وحشتيني قوي. الله يخليك. انا قلت بقى اطمنك عليا. انت كنت حامل صح؟ صح كده؟ انا جبت اسماء بقى. حبيبتي الف سلام عليكي، الحمد لله على سلامتك انت والبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي، ربنا يخليكي. الله يخليكي يا قمر، طبعا زيك كده، وكان نفسي اجيبها شبهك قوي. يا حبيبتي تطلع احلى كمان. ان شاء الله تطلع احلى وتشوفيها احسن الناس يا رب. يا رب خليكي يا حبيبتي. الله يخليكي على كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي والله. تسلمي ليك ووقفتك كده ودايما منوره الدنيا. الله يخليكي، وسامع صوتكم كده وبخير يا رب. وكل سنه وانتم طيبين ودايما بخير يا رب. يا رب حبيبتي احنا وانتي. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي. صباحك زي الفل، والحمد لله على سلامتك يا حبيبتي انتي والبيبي. تسلمي لي يا حبيبتي، مع السلامه. تعالوا بقى نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا دلوقتي نعمل وصفه برضو سهله جدا وحلوه قوي وما بتاخدش اي وقت. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها على طول مع بعض. عندي وصفه كده بالبروكلي، تعالوا نعملها وهتبقى حلوه جدا وهتحبوها وبجد هتعملوها باستمرار. تعالوا نشوف مقاديرها. عندي سنيت بروكلي بالبشاميل، عندي بروكلي مسلوق. طبعا البروكلي اليومين دول موجود يعني بوفره في السوق، هتلاقوه متوفر يعني. وعندي كمان شويه بشاميل، عندي معلقتين كبار من الزبده ومعلقتين من الدقيق، وعندي كمان 3 كوبايات من اللبن، وجبنه فيتا وملح وفلفل وجوز الطيب وجبنه موتزاريلا. هقول تاني المقادير. عندي بروكلي مسلوق. لما بقول بروكلي مسلوق طبعا يعني بروكلي اللي هو يعني شامم الميه السخنه كده، مش مسلوق سلق كتير يعني. وعندي للبشاميل 2 معلقة زبدة ومعلقتين من الدقيق، وعندي كمان عليهم 2 أو 3 كوبايات من اللبن، وعندي كمان جبنة فيتا وملح وفلفل وجوز الطيب. تمام، أول حاجة كده إيه، تعالوا. والجبنة طبعا موتزاريلا على حسب ما أنتوا حابين. عندي أول حاجة كده هنبدأ إن إحنا نسوي اللحمة المفرومة. اديني شوية بصل كده يا إسلام، هجيب بس طاسه اصغر من دي احسن، ولا ماشي طاسه اصغر من دي. دي كبيره قوي. وعندي حله كده هبدا برضو اشغل عليها البشاميل، هحط شويه زيت وبرضو احط الزبده بتاعه البشاميل اهو. هشغل الاثنين كده مع بعض، الزبده تسيح وهجيب برضو عليها شويه زيت، وحطيت شويه زيت في الطاسه الثانيه اهو.
تمام. هبدأ أشوح اللحمة المفرومة، ومش عايزة كمية كبيرة خالص، أنا عايزة حاجة بسيطة كده يعني أطعم بيها البروكلي. تمام، هبدأ إن أنا أشوحها كده بالشكل ده لحد ما تتشوح. ممكن بقى تحطوا لها شوية ثوم شوية بصل على حسب ما أنتوا حابين. هسيبها كده تتشوح، تكون الزبدة والزيت بدأوا إن هم يسيحوا أهو. هبدأ بقى أجيب عليهم المقدار بتاع الدقيق بتاعي واضربهم كده بالويسك، خليهم يفكوا مع بعض لحد ما اللحمة عندي يعني تستوي، تدخل في السوى اهو. بصوا اول ما الزبدة والزيت يسيحوا بالشكل ده هبدأ انزل عليهم بالدقيق اهو. هعمل شوية بشاميل لطاف كده، وممكن نوع الجبنة اللي احنا هنحطه ممكن تشكلوا فيه زي ما انتوا عايزين. انا هحط جبنة بيضة، ممكن تحطوا جبنة بيضة بالفلفل، ممكن تحطوا جبنة بيضة بالبسطرمة، ممكن تحطوا ريكفورد، على حسب ما انتوا حابين يعني، فيش مشكلة خالص في الموضوع ده. بصوا اهو ببدأ كده ايه امكس كل الكلام ده كده مع بعض بالشكل ده لحد ما ايه ما يعني كله يسيح، وتبدأ تاخد لها يعني تقلبتين تلاتة كده على النار عشان اضيع طعم الدقيق اللي موجود عندي اهو. اديله تقلبتين تلاتة كده بالشكل ده. بصوا اهم حاجه وانا بقلب الدقيق مع الدهون، مش عايزه الدقيق يبقى مكلكع، يعني مش عايزه يبقى فيه كلكعه، يبقى عايزاه سايب بالشكل ده، هو ده اللي هيدي قوام الكريمي. عارفين لو الدقيق مكلكع مش هيديكوا القوام الكريمي اللي انتوا عايزينه اهو. بصوا عايزه القوام يبقى عامل كده، كله دايب في بعض وكله منسجم كده مع بعض، مفيش اي حاجه مكلكعه ولا اي حاجه. تمام، هبدا بقى ايه هنبدا بقى ايه ان احنا نحط اللبن. لا على فكره هنبدا ان احنا نحط لبن بالترتيب بالتدريج كده لحد ما كله يختلط مع بعض بالشكل ده اهو. اول ما يبداوا يربطوا مع بعض هبدا احط بقيه اللبن بالتدريج. الشكل ده كده، واقلب كله كده فك خلاص معاه، مش عايزه احط كميه اللبن كلها دلوقتي. هنبدا بقى نحط شويه البصل على اللحمه المفرومه. فاطمه صباح الفل. الو شيخة اسماء، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله إيه؟ الحمد لله. ممكن بس بعد اذن حضرتك تقولي لي على الصوص الاحمر اللي حطيتيه على الكفته؟ حاضر حاضر عينيا. معلش معلش تسلمي يا حبيبتي. شكرا 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 يا حبيبتي، تسلمي. شكرا. حاضر. هنبدا بقى ايه كل ده يتفك كده بالشكل ده، وهنبدا بقى ايه نحط عليه بقيه اللبن بالتدريج. اول ما ابتدى خلاص يعني كله يربط نحط كده كله بالتدريج بالشكل ده. تمام، كل ما يربط اكتر او يتقل اكتر نبدا ان احنا نخففه بشويه لبن بالتدريج. شويه البصل مع اللحمه هبدا كده يعني اشوحهم عشان هحط لهم كمان البروكلي. اهو الشكل ده كده، وتعالوا بقى نحط الملح والفلفل والبهارات بتاعه البشاميل. حط فلفل حاجات بسيطه مش كتير، هحط جوزة الطيب بتبقى حلوه جدا مع البشاميل اهو. بصوا ابتدى خلاص يربط، بس برضو مش هخفف لبن عشان ما يبقاش خفيف معايا غير لما احس ان انا محتاجه الموضوع ده. خلاص انا شوحت كده شويه البصل مع شويه اللحمه المفرومه، انا طعمت بس بشويه لحمه مفرومه مش اكتر من كده، وهبدا انزل بالبروكلي مع البصل واللحمه. وهبدا بقى ايه اشوح كل الكلام ده مع بعض. البروكلي خلاص يبقى خلاص يا اسلام،
بروكلي مع اللحمه مع البصل. خلاص استاذ رجب صباح الفل. شيف اسماء ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا بحييكي وبشكرك كتير جو فريق اعداد معاك. الله يخليك الله يخليك. محترم والمطبخ بتاعك محترم بصراحه. تسلم. كلهم محترمين بصراحه. الله يخليك يعني. الله يخليك عشان انتوا بس والله اللي بتكلمونا. الله يخليك. الحاج احلام بصراحه تسلم اللي هي عرفتني بيكم. مدام احلام دي حبيبتنا حبيبه الكل. مدام احلام زمان والله. ايوه تعبان وقفت معايا في مصر كتير. اه والله يا شيف اسماء والله يعني حبيبه الكل بجد يعني. والله ربنا يبارك فيكم مشاهدينا. الله يخليك. كلهم محترمين. تسلم ربنا يخليك. فريق اعداده كله محترم بصراحه. اي حد بيتصل بيدخلوه ولا بيسالوه ولا يعني ما شاء الله الله اكبر عليهم. الله يخليك عشان حضرتك بس والله محترم. كل حاجه بتعملها. شكرا شكرا جدا. يا شيخ اسماء اتفضل. الله يبارك فيك. عايز اعمل طبق بتاع رز بلبن عايز اوزعه يوم الجمعه. الله يبارك فيك. عايزه من يدك انت. عينيا. حاضر هقول لك احلى رز بلبن. عينيا ربنا يتقبل ان شاء الله. وهقول لك احلى رز بلبن. حاضر عينيا. بصوا بقى هنبدا نحط البروكلي مع البصل واللحمه بالشكل ده كده اهو كده. كل الكلام ده كده يتحط في البايركس اهو ماشي. ونبدا بقى نحط عليه ايه البشاميل بتاعنا. هبدا كده ايه اجيب الوردات على فوق كده عشان تبقى باينه كده بالبشاميل. بتبقى شكلها حلو اهو. واحط عليها بقى البشاميل. بس قبل ما احط البشاميل انا عايزه احط الجبنه البيضة عشان هخلي طعم البشاميل فيه جبنه بيضة. هدي كده تقليبه خلاص. وهبدا بقى ايه انا مش محتاجه خلاص النار. ههديها وهحط جبنه بيضه. وزي ما قلت لكم ممكن تحطوا طعم اي جبنه او اي حاجه انتوا حابينها. جبنه بالزيتون بالبسترما بالشيدر جبنه ريكفورد على حسب ما انتوا حابين بتبقى حلوه جدا. تبداوا بقى ايه تمكسوا كده كله بالشكل ده لحد ما الجبنه كلها تفك كده مع البشاميل. حاضر هنرد على البط. حاضر هنرد على البطه والله مش ناسيين. هنحط بس ده كده عشان الوقت ونبدا نرد على كل الاسئله اللي على النار يا اسلام اللي على الفرن. نبدا كده ايه نحط بقى شويه البشاميل. طلع يلا يا اسلام الفرن. ونبدا بقى نحط عليه شويه الجبنه. كده وندخل في الفرن. كل حاجة مستوية مجرد بس ان انا يعني هدي وش كده لطيف وخلاص. هنبدأ بقى كمان نخرج الكباب. نبدأ نجيب الكباب كده نبدأ نرصه على المتبل بتاعنا. اديني شوية بقدونس يا اسلام لو سمحت. كنت سايبة شوية انا هنا. هبدأ بقى ارص عليه المتبل بتاعنا. هنسيبوه يبرد خالص عشان تعرفوا كمان تخرجوه. بس احنا عشان الوقت كده بطلع كده كله. استنى خليني اخرجه من الصينية الاول. اخد بقى لون حلو كمان جدا واتشوى وبقى زي الفل. اهو تعالوا بقى يلا نروح نرصه بالشكل ده كده. طبعا اعملوا بقى الكميات اللي انتوا عايزينها منه براحتكم خالص على حسب ما انتوا حابين. بيبقى لطيف جدا وتقدروا تعملوه بالكميات اللي انتوا عايزينها. تمام. تعالوا بقى ايه
قبل ما نطلع بس فاصل عشان يعني نكسب وقت في الموضوع ده، هبدأ اعمل حاجة بس صغيرة خالص في الوصفة اللي بعديها. احنا هنعمل بطاطا برولي او بالكريم برولي، فتعالوا يعني في نقطة كده هعملها سريعا قبل ما نطلع فاصل عشان تاخد وقتها على النار، عشان لما نرجع ما نبقاش يعني مستعجلين ان هي تبقى ربطت على النار. هبدأ كده بس هجيب المقادير بتاعتنا ونقول المقادير ونشتغل على طول. اهو كده، حاضر. في حاجة تاني؟ أنا محتاج حاجة تاني؟ قول لي والله لو محتاج حاجة تاني. طيب احنا عشان عايزين بس في الاخر نبدا نرد كده على الاسئله، الخلطه بتاعت اللي احنا دهنا بيها الكباب والبط والكلام ده كله. فتعالوا نقول مقادير البطاطا الكريم بروليه ونبدا نشتغل على طول فيها. عندي محتاجه بطاطا تكون مشويه او عايزين مسلوقه، تمام، انا بحبها طبعا مشويه عشان بتبقى فارقه جدا في الطعم. وعندي كمان سكر وكريم للكريم باتيسير، محتاجه كوبايتين من اللبن ونص كوباية من السكر وتلت كوباية من النشا وتلاتة صفار بيض ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وعندي ربع كوباية من الزبدة. هقول تاني المقادير: بطاطا، وعندي سكر، سكر بقى حسب الرغبة اللي أنا هحطه على البطاطا، وللكريم باتيسير محتاجة عندي كوبايتين من اللبن، ومحتاجة عندي نص كوباية من السكر وتلت كوباية من النشا وتلاتة صفار بيضة ومعلقة صغيرة من الفانيليا وربع كوباية من الزبدة. عندي صفار البيض، احنا هنعمل كريم باتيسير، عندكم بودرة هتشتغلوا بيه، ما عندكوش بودرة هتعملوه زي ما احنا بنعمله كده. هتجيبوا تلات صفارات بتوع البيض، تلاتة صفار بيض، وهحط عليه السكر. انت حطيت لي الاتنين سكر، هحط عليه السكر كده بالشكل ده، وهبدأ ان انا اقلبه لحد ما كله كده بصوا يدخل مع الصفار بالشكل ده. احط عليه الفانيليا، شوية فانيليا سواء سايلة او باودر مفيش مشكلة، وهحط عليهم النشا. وهبدأ اقلب كل الكلام ده مع بعض، كل الكلام ده كده هبدأ اقلبه مع بعض لحد ما كل النشا وكل السكر وصفار البيض ده يختفوا مع بعض. مش عايزه تبقى حاجه مكلكعه ولا فاصله ولا الكلام ده كله. في المرحله دي هبدا احط كوبايتين اللبن دول على النار يغلوا، انا عايزاهم يغلوا اهو. احط كوبايتين اللبن دول على النار يغلوا، خلاص. وانا في الوقت ده هقلب كل النشا مع التلاته صفار بيض مع السكر مع الكلام ده كله. عايزاه يتقلب ما يبقاش فيه اي ولا نشا مكلكع ولا اي حاجه، خلاص دخل في بعض بالشكل ده، الفانيليا والسكر وصفار البيض والنشا اهو. مش محتاج ولا مضرب ولا حاجه، بمعلقه كده اهو كله بيختلط مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خلاص. تعالوا بقى نطلع فاصل لحد ما اللبن يغلي، وبرده في الفاصل ده ممكن يعني نكسب برده وقت، نبدا نحط البطاطا بتاعتنا على النار مع الزبدة والسكر اهو. هحط ربع كوباية من الزبدة، تمام، وهحط البطاطا بتاعتي ههرسها بس كده وابدأ احطها على النار هي والسكر والزبدة بكل بقى اللي نزل منها بكل حاجة. احطها كده وابدا اهرسها كده بالهراسه بكل السوائل اللي فيها بكل حاجه لحد ما تنعم خالص معايا اهو بالشكل ده كده. حطيت عليها ربع كوبايه الزبده والسكر، انا مش كاتبه له مقدار عشان على حسب ما انتوا بتحبوا. في ناس مثلا بتحب السكر هادي، سكر البطاطا مثلا لوحده، في ناس بتحب لا السكر يبقى ازيد شويه، على حسب ما انتوا بتحبوا.
هبدا بقى اقلب كل البطاطا مع السكر مع الزبده وههرسهم كويس، ممكن بالهاند بلندر لو حابين او بشوكه على حسب ما انتوا تحبوا، ولحد ما تنعم معايا وكله يدخل مع بعض كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. عندي كوبايتين اللبن بيغلوا على النار لازم يغلوا، وعندي الصفار بتاع البيض والنشا والسكر والفانيليا كلهم قلبتهم مع بعض وسايباهم على جنب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا، استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، طلعتها بره كده ايه، اديتها ضربه بالهاند بلندر اهو، او تكملوها بالهراسه. بصوا خلاص هي كده كل السكر والزبده دخل معاها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. عايزين تنعموها اكتر من كده؟ تمام اهو كده زي الفل. اللبن خلاص غلي زي ما انتوا شايفين، هبدا بقى اطلع اللبن المغلي ده، ودي بقى نقطه يعني خدوا بالكم منها لان هي ممكن تبوظ كل حاجه. الثلاث صفارات اللي احنا حطيناهم مع النشا مع السكر مع الكلام ده كله اهم في البوله، هيبقى معايا كده ويسك في ايدي، وابدا ان انا انزل، وانا بنزل يعني ابقى اخده بالي ان انا بقلب على طول. انا عايزه اجيب بس حاجه اعرف اكب بيها عشان ما عشان ابقى مالكه الموضوع. اهو بصوا اللبن عندي هنا مغلي اهو كده، وهو مغلي هبدا انزله كده بالتدريج وانا بقلب تقليب مستمر عشان اعمل الكريم باتيسير. طب انا لو نزلته بالراحه وفضل وقت جوه البيض هيستوي، فخدوا بالكم الموضوع ده. بصوا انا بقلب وبنزل وبنزل، لو لقيت الموضوع تقيل في الاول اوقف لبن وانا افضل اقلب كده لحد ما كله يختلط مع بعض. دي نقطه مهمه جدا عشان البيض عندي ما يستويش اهو، بحط كده بالتدريج وبقلب. بالشكل ده. لو بطأت هتلاقوا البيض هيستوي، ودي انا من نقطة مش عايزاها. اهو. هحط المقدار كله بتاع الكوبايتين، وهحط الحلة على النار تاني، وهقوم مرجع الخليط ده على النار. يبقى انا قلبت صفار البيض مع النشا مع السكر مع الفانيليا تمام، وقلبتهم كويس جدا، وبعد كده غليت كوبايتين من اللبن، وبعد ما غليت كوبايتين من اللبن ابتديت انزل بالتدريج عليهم تمام بالشكل اللي انتوا شفتوه، بعدين هقوم رافعاهم تاني على النار مع التقليب المستمر، هيتقلوا او هيربطوا معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، هيبقى عامل زي الكاستر كده، بس طعم الكريم باتيسير طبعا مختلف تماما عن طعم الكاستر. كريم باتيسير عشان الناس اللي مش عارفه انهي، اللي هو بيتحشي بيه الاكلير والبروفيترول والكلام ده، بيبقى حلو جدا وبيبقى طعمه مميز، وانا بحس بصراحه ان هو لما بيتعمل يعني بالطريقه دي اللي هي بتاعه البيض بدل الباودر الجاهز بيبقى طعمه احلى كتير. هنبدا بقى نقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض لحد ما يربط. وهجيب البايركس كده، هات لي البايركس اللي ورايا يا اسلام. خلاص ابتدى، بصوا مفيش مش هياخد وقت، لا دي تاني تمام مش هياخد وقت، وهتلاقوه ابتدى بصوا يربط، النشا اللي موجود فيه هيبدا يربط اهو. بصوا تقليب مستمر عشان مش عايزاه يكلكع، مش عايزه اي كلكع فيه اهو. ابتدى بصوا يتقل ازاي، ابتدى يتقل والنشا يتربط اهي، شايفين؟ اول بقى ما يبدا يربط كده هقوم رافعاه من على النار، انا مش عايزه الخليط ده يكون جامد بزياده. بصوا هو جامد خلاص تمام، هرفعه بقى من على النار خلاص، ونيجي بقى نجيب الخليط بتاع البشاميل. هبدا افضيه في بايركس او في طاجن او في طواجن صغيره على حسب ما انتوا بتحبوا يعني. هبدا احط الطبقه بتاعه البطاطا بتاعتي اهو،
كده وهبدا اسويها عشان احط عليها الطبقه اللي احنا عملناها مع بعض اهو. حابين تخلوها كمان طبقات ممكن تتاكل بقى سخنه تحفه، وحتى لما بتبرد كمان بتبقى طعمها حلو جدا، بس انا بصراحه بحبها سخنه جدا، وممكن تعملوها في طواجن صغيره كده تبقى طعمها يجنن. هنبدا كده ايه نجيب الطبقه بتاعت الكريم باتيسير ونفردها كده فوق الوش. انا مش عايزاها زي ما قلت لكم تبقى تقيله، انا عايزاها تبقى يعني شويه يعني سايله كده شويه، مش عايزاها تبقى تقيله قوي زي المهلبيه كده، انا عايزاها تبقى فيها، لان هي لما تبرد هتتقل تاني، فخدوا بالكم ان هي السمك بتاعها بيختلف لما بتبرد، عشان كده اول ما بتتقل معايا بقوم رافعاها من على النار على طول، مش بقى محتاجه اكتر من كده. اخر حاجة بقى برش طبقة السكر من فوق. حابين بقى تعملوها بالبشبوري ده، حابين تخلوها تحت النار عشان تكرملوا السكر اللي من فوق، براحتكم خالص، اي حاجة تنفع على حسب اللي متوفر عندكم. اهو تمام، هبدأ بقى رش رشة السكر الخشن، رش شوية سكر كده حلوين، عشان كده ممكن ما تزودوش كمان السكر اللي موجود تحت، وابدا كده ايه ادخل دي الفرن، اخلي بقى السكر يتكرمل، او لو عندكم البشبوري ده بيبقى حلو جدا وبيخلي السكر بكسر كده وجميل. هدخلها الفرن. جاوب سريعا على البط الاول، بس الخلطه اللي احنا عملنا بيها الكباب من فوق كانت عباره عن معلقه عسل اسود وميه البصل اللي احنا استخدمناه في الكفته، وكمان حطينا عليهم شوية زيت وحطينا عليهم معلقة صلصة، دي كده الخلطة اللي احنا دهننا بيها الكباب اللي عندنا في الفرن. طب البط هعمل له خلطة حلوة جدا للبط الروستو. هنبدأ نجيب ربع كوباية من الزبدة وهسيحها وحط عليها شوية ثوم وشوية بقدونس وملح وفلفل وشوية بهار مشكل أو كبابة صيني أو جوزة الطيب، وهقلب كل الكلام ده مع بعض مع شوية كمان معلقتين ثلاثة من الزيت، وهبدأ أجيب البطاية واغسلها كويس جدا واصفيها تماما تماما تماما، انشفها من أي سوائل فيها. بعد كده هبدأ إن أنا أدهنها كلها، بعد ما أدخل إيدي كده تحت الجلد أدهن كل البطاية عندي بالخليط بتاع الزبدة والزيت والبقدونس والثوم والملح والفلفل وجوزة الطيب والكبابة الصيني، كل ده هقلبهم مع بعض وأبدأ أدهن البطاية كويس جدا من الجلد، من تحت الجلد ومن فوق الجلد والكلام ده كله، وبقوم حطها في الكيس الحراري وبدخلها، وبعمل فتحة كده في الكيس الحراري، وبكون يعني حريصة ان انا الصاج اللي انا طبعا حطاه فيه يبقى فيه شوية سوائل بس عشان الصاج نفسه ما يتحرقش. تمام، ده بالنسبة للبط في الكيس الحراري، دي خلطة في مليون حاجة تانية ممكن نعمل بيها البط، بس الخلطة دي بجد حلوة جدا، بتبقى طعمها حلو جدا وبتخلي البطة كريسبي قوي وبتخلي طعم اللحم اللي فيها حلو جدا. تمام، بتاخد حوالي طبعا على حسب الحجم، بس مش هتاخد حوالي مش قبل ساعة ونص ساعتين لحد ما يستوي، طبعا مش عارفة حجمها قد ايه، بس يعني هو ده الوقت الرينج اللي بيبقى بتستوي فيه وبتبقى تمام. تعالوا بقى نقول سريعا عملنا ايه النهاردة. عملنا كباب المتبل، مقاديره هتنزل على الشاشة. عملنا الاول الكفته فرمناها مع شويه البقدونس والبصل وملح وفلفل وجوزة الطيب، وابتدينا نشكل الكباب بتاعنا وشويناه في الفرن، والبتنجان المفروم فرمناه مع الفلفل المفروم، وحطينا كمان عليهم شويه الثوم وملح وفلفل وشويه بابريكا وزيت، وبعد كده خليناه قاعده كده للكباب المتبل للكباب اللي احنا حاطينه في الفرن. تمام، وبعد كده عملنا كمان مع بعض صينيه بروكلي كده حلوه جدا بالبشاميل والجبنه، تقدروا تعملوها، البروكلي اليومين دول موجود، ممكن تجيبوا كده زهره يعني بروكلي كده وتبداوا ان انتوا تشتغلوا فيها، تقطعوها وبعدين بجيب ميه مغليه يا دوب بنزل فيه البروكلي اللي هو يعني ياخد بس من سخونيه الميه، وبعدين بخرجه على طول، مش بسلقه كميه كبيره مش وقت كبير، وبعد كده بقوم على طول حاطه عليهم البشاميل بعد ما احط عليهم اللحمه المفرومه والبصل اللي احنا عصجناهم.
تمام. والبشاميل اللي احنا عملناه المره دي حطينا زودنا فيه شويه جبنه كده، وقلنا ممكن نحط جبنه بكذا طعم لو انتوا حابين ريكفورد او باسترما او شيدر زي ما انتوا حابين. وعملنا كمان البطاطا بالكريم بروليه بطريقه سهله وبسيطه، عملنا كريم باتيسير، وعملنا الاول دوبنا صفار البيض مع السكر والنشا والفانيليا، وبعدين سخنا له كوبايتين لبن ونزلنا عليهم بالتدريج، وبعدين رفعناهم تاني على النار لحد ما تقلوا معانا، وخليط البطاطا حطينا عليه سكر وزبده، وبعد كده عملنا الطبقات بتاعتنا ورشينا سكر، بس طبعا بتدخلوها الفرن عشان تاخد وش كده من السكر، او السكر يتحروق ويتكرمل كده. احنا طبعا ما لحقناش الخطوه دي تكمل يعني، بس دخلوها بقى لحد ما السكر تلاقوه اتكرمل والكلام ده كله، بيبقى طعمها حلو جدا. او لو معاه عندكم في البيت البشبوري اللي تقدروا ان انتوا تكرملوا بيه السكر. دي كده كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. استنوا تجهيزات رمضان بكره باذن الله هنبدا فيها ان شاء الله مع بعض، استنونا في حلقات حلوه وقولوا لنا على اي حاجه حابين ان احنا نعملها ونجاوب طبعا عليها، وان شاء الله اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.